معنا إلى التفاصيل. أكد حماد البيهي رئيس رابطة الصحراء الديمقراطية وحقوق الإنسان أن ميليشيات البوليزاريو اعتمدت منذ تأسيسها على تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر وإرسال أطفال المخيمات إلى كوبا لتلقي التكوين العسكري. كما تطرق رئيس رابطة الصحراء الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى تهرب الجزائر المتواصل من المطالب والدعوات الملحة لإحصاء ساكنة المخيمات في تندوف، وذلك من أجل الإبقاء على الغموض وتضخيم الفواتير للاستيلاء على المساعدات الموجهة إلى السكان. منذ تأسيس هذا الكيان وإجبارية التجنيد المبكر للأطفال بل انخراطهم في النواحي العسكرية، ولم يسلك من تجنيد الأطفال حتى نحن ذهبوا بنا ونحن أطفال إلى كوبا، كانت دائما نهاية الأسبوع وعطلة الأسبوع والعطل الصيفية يتم شحننا الإيديولوجي وتجنيدنا وتدريبنا على كل أنواع الأسلحة. هناك مجموعة كبيرة من شباب مخيمات المنخرطين اليوم في الجماعات الجهادية.